السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بارعين جدا في تدوير النفايات وإعادة استخدامها من جديد، بس برضو مش هنزعلكم وهنستخدم وندور النفايات دي النهاردة تاني ونعيد استخدامها، بس هنستخدمها كمنديل كلينكس. عيل من كوريا الجنوبية اسمه كيم نامجون، عمره 30 سنة، غنى أغنية أساء فيها للإسلام وحصل حالة غضب كبير من الناس عليه وأكتر من هاشتاج كمان، لدرجة ان حسابه على الانستجرام نزل عدد المتابعين منه بشكل كبير جدا في وقت قليل، وبرغم ان الشباب اللي غضبت منه اللي بيتقال عليهم يعني عيال طرية ومن بتوع بابي ومامي، الا انهم غضبوا من تصريحاته وهجموه، ولكن برفق. الأغنية اسمها دين سيء ويقصد به دين الإسلام، قطع الله دابرة وشل الله لسانه. الواد ده رئيس فرقة أغاني كورية شهيرة جدا اسمها BTS، عدد معجبين الفرقة دي تعدى 150 مليون معجب حول العالم، وله عدد مشاهدات على المواقع المختلفة تعدى المليارات من المشاهدات. ومن العجيب ان اكتر دولة في العالم فيها عدد معجبين بالفرقة هي الفلبين، اما بقى مستوى الدول العربية فكانت كالتالي: اول دولة في الدول العربية العراق بنسبة 29%، ثم مصر 17%، ثم السعودية 15%، الجزائر 14%، والمغرب 5%، وسوريا 4%، وهكذا حسب ترتيب الدول. والأغنية أساسا ليست لكيم نامجون وإنما لمغني أمريكي اسمه فرانك أوشين. ولكن قبل ما نتكلم تعالوا نسمع جزء من الأغنية ونرجع لكم تاني نعرفكم من هو كيم ومن هو فرانك أوشين. بس استنى علشان لازم تعرف مين هما دول وخلفيتهم ايه. Taxi driver, you must shrink for the hour. Leave the meter running, it's rush hour. So take the streets if you want, just stop running the demons, could you? He said, Allahu Akbar, I told him don't curse me. Oh boy, you need prayer, I guess it couldn't hurt me. But if it brings me to my knees, it's a bad religion. Ooh, the sun cloud in love, to me it's nothing but when I come. الأغنية زي ما سمعتوا للمغني الأمريكي فرانك أوشين، وطبعا من صوره بس هتفهموا كل حاجة، من صورته كده تحسوا انه راجل، لكن من خلفيته هتعرف انه لا مؤاخذة ده فرانك. اما كيم صاحب فرقة BTS الكوري الجنوبي، احب اعرفكم انه نفس خلفية فرانك أوشين الجنسية، يعني الاتنين من اهل قرية بومبي الايطالية التي ابادها الله في زلزال وبركان لم يترك منها الا هذه الاثار. قرية بومبي كانت نفس قرية نبي الله لوط عليه السلام، وكانت برضو بتفعل الفواحش فابادها الله وتركهم كما ترون. كيم وفرانك الاثنين من نفس النوعية الشمال دي، زي ما بينطبق عليهم عجلة او لا مؤاخذة بسكليتة، هو حقيقته كده واعترف بنفسه انه كده، ومع ذلك وللأسف له جماهير من شبابنا بالملايين. مش عارف ليه الشهرة والبذخ والثروة بقت مرتبطة بالقذارة دي، وهتعرف ليه، لان كيم وهو فقير كان شاب عادي جدا زي ما انت شايفه في الصور كده، تشوفه تقول عليه راجل، لكن الفلوس والثروة بتصنع المعجزات، قصدي بتصنع القاذورات. طبعا عند اللي ما عندهمش دين، انما البقية بيتقوا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الغنى، وربما بيكون سبب في تقربهم الى الله سبحانه وتعالى. المهم الاغنية اللي بيغنيها كلماتها او قصتها كما شاهدتم عن علاقة فرانك أوشين الامريكي مع سائق تاكسي كان راكب معاه وكان عاوز لمؤاخذة انه يعمل معاه علاقة قرية بومبي الايطالية، عياذ بالله. السواق رفض العلاقة المشينة دي وقال الله أكبر، فرد فرانك وقال له لا تلعني، وكأن كلمة الله أكبر صارت لعنة، ثم قال له هذا دين سيء لأنه يحرم هذه العلاقات المشينة، وكل ده لأن السائق رفض بس مجاراته. طبعا في حالة هستيريا من الدفاع عنه والغضب له من بعض شباب الأمة، المصيبة أنهم شباب ذكور وإناث اللي هيكونوا بعد كده آباء وأمهات المستقبل. وتحت ضغط الجماهير وأكثر من هاشتاج خرج كيم يتحدث
ويرفض الاعتذار وبيقول أنا عمري 30 سنة وحر في تصرفاتي ولن أعتذر وأنكر أنه أساء للإسلام. طيب واحد يقول ليه الكلام على كيم مش على فرانك مع أن الأغنية أصلا لفرانك؟ هقولك فرانك مش معروف عندنا وعلشان كده ما سمعناش بيه إلا بعد إعادة كيم وفريقه للأغنية مرة تانية، ولأن جماهيرية كيم وفرقته تتعدى عدد سكان مصر، أكبر دولة عربية بحوالي مرة ونص. وفي المقطع اللي هتسمعوه ده بيتكلم فيه بكل عجرفة وتكبر عن فعلته، وكأن الملايين اللي بيتابعوا في الدول العربية دي المسلمة لا تعنيه ولا تشغله، هم مجرد دولارات بتدخل حسابه مش أكتر. Okay guys, I don't know what you're talking about. You just keep telling me that I insulted a religion, but I didn't. Guys, it's a song. Okay, I'm not apologizing. I'm just saying. I have my own soul. I'm 30 years old. I can express my truth out. I'm fine. There's no problems. But I've heard that there's some, you know, problems, and you know, the noise is all around. So I just had to say about that because you know, some people will just keep chatting me about that. طريقة كلامه فيها تكبر غير مقبول والنداء للي بيسمعه من شبابنا، حتى لو كنت مقيم على الذنب أو بتسمع أغاني فعلى الأقل اغضب لدينك والغي متابعة صفحاته وتوقف عن سماع أغانيه، لعل ربنا سبحانه وتعالى يكون اعطاك فرصة إنك تترك متابعة أمثاله تماما، وربما يوفقك الله إلى توبة كاملة وتبطل تضيع عمرك في أشياء تافهة. اللي زي كيم ده شباب وباء على الأمة ومرض عضال يسري في شباب وبنات بل وأطفال الأمة، شوهوا معنى الرجولة والأنوثة وأخرجوا لنا مخانيث لا هم بالذكور الصرف ولا هم بالإناث، بل أصبح جيل منسوخ متنكر من هويته وجنسه وصار إلى جنس المسوخ أقرب. وأضف إلى معلوماتك أن كتير من شباب الفريق ده بينتهي به الحال إلى الانتحار بسبب الحالة النفسية اللي هم فيها وبسبب الحياة البهيمية اللي عايشينها. وزي ما قلتلكم قبل كده أن فطرة الإنسان وطبيعته بترفض الانحلال الأخلاقي. تعالوا أسمعكم كلمتين من كلام أختي كانت شغالة محررة أو صحفية بتنقل أخبار الفريق ده. الصحفية دي أرسلت رسالة للأستاذ مصطفى صاحب قناة شؤون إسلامية على يوتيوب وفيسبوك وتويتر، قالت فيها اللي هتسمعوه ده. ألو، السلام عليكم يا أستاذ مصطفى. أنا ليا مداخلة بالنسبة للبوست اللي حضرتك كتبته على المنتدى عن بي تي إس وعن الأغنية اللي عملها نامجون عن الإسلام كده. القصة خالص مش الأغنية، القصة أنا هقول لحضرتك، أنا قريت إن حضرتك قلت اللي عايز يشارك واللي عايز بمعلومات، أنا هقول لك القصة كلها لأن أنا كنت محررة في موقع ما عن فرق الكيبوب وعالم الكيبوب والكواليس اللي بتحصل في الكيبوب دي، والحمد لله بعدت لأن حسيت إن الموضوع زاد عن حده وإحنا شغالين بالنا بيهم وهم أصلا مش شغالين بالهم بينا، ولا يعرفوا ثقافتنا ولا يعرفوا حالنا ولا متابعينا ولا شغلهم فننا ولا الكلام الفاضي اللي إحنا بنقوله ده. هم ناس عباد مال وعباد شهرة، عبيد زي ما بيقولوا، عبيد شهرة وعبيد مال. موجة الكيبوب وموجة الأغاني الكورية شهرتهم بطريقة رهيبة، زودت الرينج بتاع السياحة وكل حاجة عندهم فلوس، كل حاجة عندهم واحد زائد واحد سوتين. البني آدم سلعة، الإعلانات سلعة، المغنيين والفنانين والأيدول. كلمة أيدولز دي أصلا يعني أصنام. هناك يا أستاذ مصطفى الأيدولز دول آلهة في كوريا، الشباب والمراهقين والأطفال بيعبدوهم حرفيا، بيعبدوهم في أكلهم في شربهم في لبسهم. لك أن تتخيل إن لو أيدول طلع قال أنا باكل الآيس كريم الفلاني، تاني يوم تلاقي شركة الآيس كريم دي نفذ عندها كمية الآيس كريم. لك أن تتخيل لبس جيلوري مجوهرات، لو ايدول ولا ممثل ولا مذيع مشهور عندهم اشترى اللبس او الماركه او البراند دوت، هتلاقي تاني يوم الطلبات عندهم كل حاجه عندهم ليها سعر. هم ناس ماديين الى اقصى درجه، ولا عندهم مشاعر ولا احاسيس ولا قيم ولا اخلاق ولا دين ولا روحانيه نهائي، لا يعلمون شيء عن الروحانيه. فبيجدوا المراهقين والشباب والاطفال في فكره الكيبوب والايدولز فكره هي دي المنفس الطبيعي بتاعهم، هي ديت القدوه بتاعتهم. هم لا عندهم قدوه دينيه ولا قدوه اخلاقيه ولا قدوه سياسيه، هم ما عندهمش كده خالص. هم قدوتهم في المغنيين الايدولز يعني اللي هم بيبقوا اكترهم طبعا مغنيين، والايدولز اللي هم الممثلين هي دي قدوتهم. لو الايدول دوت قال انا مثلا النهارده بعمل تمارين كذا، هتلاقي كل المراهقين والاطفال بيعملوا التمارين دي. لو الايدول دوت قال مثلا انا باكل وانا ماشي على نظام غذائي كذا، هتلاقي كل المراهقين والاطفال بيمشوا على النظام الغذائي ده. فدي حياتهم، هم ما عندهمش قدوه، حتى اهليهم لا يفقهوا شيء عنهم. كلامها خطير جدا، لازم تسمعه كامل علشان تقدر حجم الكارثه. وطبعا مش هقدر اعرض منه جزء كبير علشان حقوق النشر وعلشان وقت الحلقه، لكن هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو تقدروا تسمعوه. والخلاصة يا شباب الأمة، اتقوا الله في أنفسكم وأمتكم وبلادكم. كفاكم عبث وكفاكم تضييع للعمر فيما لا يفيد، كفاكم تضييع للعمر الثمين ما بين فيلم أو مسلسل أو ماتش أو أغنية أو سيجارة وساعات على القهوة وساعات تسكع في الشوارع. اعلم أخي وحبيبي أن ما تضيعه من عمرك اليوم ستندم عليه أمام الله كثيرا يوم الحساب. قال الله:
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ستقرأ الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يعني الدنيا مش مجرد عبث وأيام بنقضيها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. العمر مش مجرد أيام ورقم بيمر وخلاص ثم لا شيء، بل هناك حساب، وحساب ليس باليسير، لا في مجاملات ولا محاباة. وكما أن الله رحمن رحيم فهو أيضا شديد العذاب، سريع الحساب، غافر الذنب وقابل التوب، نعم، ولكن شديد العقاب ذي الطول. وكما أن هناك جنة هناك نار، وكما أن هناك رحمة هناك عذاب، وكما أن هناك عفو هناك عقاب. لكن لا نغفل أن نقول أن رحمة الله بعباده أقرب من غضبه، وعفوه أسرع من عقابه. لكن يوجد شيء اسمه حياء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بأي وجه يوم القيامة نرد على كل سؤال، وبأي وجه نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وبأي إجابة سنرد على ربنا سبحانه وتعالى. أين أنفقت مالك وشبابك وعمرك وصحتك وعقلك وقوتك؟ كل ده هنتسأل عنه يوم القيامة بالتفصيل الدقيق. كل دقيقة مرت في حياتك هتتسأل عنها، بل كل ثانية وكل لحظة هتتسأل عنها، فانتبه. اللهم ارزقنا توبة وعودة إليك، ونجاة من أنفسنا ومن ذنوبنا، ووفقنا إلى طاعة ترضاها ونلقاك بها، ولا تحرمنا واسع رحمتك في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.